السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله القاكم لا فيديو ديالي على خير وبخير. فيديو جديد ان شاء الله. كيف كتشوفوا اليوم واحد الوصفه اللي سهله سريعه جدا جدا جدا، كتحضر فرمشه عين. فقط كنحتاجوا ليها الطماطم الصغيره اولا طماط سوريز، الثومه محكوكه، زيت الزيتون، الزعتر، وشويه ديال الملح وشويه ديال الابزار فقط. هنا كندير لي بات ديالي كتسلق، شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت صافي. من بعد كنشحر هذيك المطيشه مزيان حتى كتهبط ليا، وكنضيف ليها هذيك لي بات هادو. من بعد كنخليها كتشحر معاها، كتكمل الطياب ديالها وكتشرب هذيك لي بات، كتشرب هذيك لاصوص كامله صافي. ومن بعد كنقدموها بالصحه والراحه. وصفه سهله سريعه كتوجد في رمشه عين، كنتمنى تجربوها ان شاء الله تعجبكم. كيف كتشوفوا هو الشكل النهائي ديالها. الاهم هو انها لذيذه بزاف. خليتكم على خير. بسلام.